بتسلم عليك وبتقول لك عايزه كورس مفتاح الماني. لا مفيش بضاعه حوده. قول لامك اللي احنا فلسنا حوده. سلم لي على امك كتير. الله يسلمك. مع السلامه حوده. السلام عليكم. مع السلامه حوده. سلم لي على امك. الله يسلمك. احنا احسن حاجه ننسحب ونرجع ال 200 جنيه بتوع التامين بدل ما يضيعوا علينا هما كمان. 200 جنيه على رايك انا وهي تسند الجردل. يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. المهيطل يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. المهيطل يا بلاش. شفت؟ مش قلت لك معدن الشعب الاصيل هيبان وقت الشده؟ اهم ناس لا تعرفهم ولا يعرفوك بيهتفوا اسمك واسم استاذك. هو ده المجد الثوري الحقيقي. شوف معاك 5 جنيه. المهيطل يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. المهيطل يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش. السلام عليكم. السلام يا اخويا ورحمه الله. اهلا وسهلا. محسوبك مأمور عبد الرسول جاي لك بنيابه عن كبار تجار القماش والمانيفاتوره. ابدع ناس. دي هديه بسيطه، عربون محبه وصداقه لزوم اليوفط والدعايه. على فكره الجماعه مستنيينكم بكره عشان تشربوا القهوه ونتكلموا مع بعض. وماله نتكلم اخو، مفيش مانع. اتفضلوا اتفضلوا. على فكره الجماعه موظفين لكم مؤتمر شعبي كبير قوي في المنشيه. يا اهلا وسهلا يا مرحب، شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا. حبيبي احنا عندنا استعداد نقف جنبكم ونمول حملتكم الانتخابيه وهندخلكم المجلس. وطبعا انتوا اكيد بتسالوا نفسيكم ايه اللي يخلينا نقفوا معاكم ونساعدوكم. بصراحه احنا كنا بنأيد امين المالح، لكن ولاد الحرام اللي بينافسونا فقولوا تهمه حبسونا. عملنا استخاره واتكلنا على الله بالصلاة على النبي وقررنا نأيدوكم. والأقربون أولى بالمعروف، مش كده ولا إيه؟ حاكم إحنا لا مؤاخذة ما بنحبوش الحكومة كده لله في لله، ولا الجماعة المنافقين اللي زي مصلحي بيه ورسمي بيه والدكتور واصل. في صحة النواب الجدد، في صحة الشعب والحرية والديمقراطية. بس إحنا بصراحة عندنا شوية مشاكل. إذا كان قصدكم على قضية الآداب ما تشيلش أي هم. إحنا عندنا بدل المحامي 10 ومتخصصين وفاهمين كل حاجة، ومن بكرة إن شاء الله هيوقفوا كل الإجراءات. المهم إن هما يوقفوا الضرب. أصل المعركة شرسة. اطمنوا رجالتنا هيبقوا معاكم. بس الحكاية هتحتاج شوية فلوس، فلوس كتير كتير يعني. أيوه يعني مش أقل من 5 6 7 8 9 قول 10,000 جنيه يعني توصل لها 12 25 30 يعني حوالي 40,000. حبيبي دمت ورم ما تنعوش هم المصاريف، أنا متكفل بكل حاجة. 500 600 ألف مليون جنيه إحنا جاهزين. الناس دي بان عليها إبلي. إحنا اللي يهمنا المبادئ، وإحنا عارفين طبعًا إن أنتوا بتوع مبادئ لا مؤاخذة. احنا الحمد لله ما حلتناش غير المبادئ. بس انا عايز منكم وعد. ايوه اتفضل. ان شاء الله لما تخشوا المجلس كده بالسلامه وتترستقوا فيه توعدونا ان انتوا تحلوا لنا مشاكلنا مع الضرايب. لا 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 الموضوع ده شيله من دماغك خالص، يعني اعتبره انتهى كده يبقى 100 100. صواري يا عديله هانم، الضرايب مطالبه المرحوم ب 27 مليون جنيه في 3 سنين بس. كام؟ كتير كتير قوي. ما هو رخر مات بحسرته الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. مساء الخير. أنا ماليش تقل على البتاع ده. إيه؟ ده إحنا بنقول عليك راجل وهتبقي نايبتنا. لا ودي نايبة تقيلة قوي. اشربوا، أنا عاوزكم تنبسطوا. خد يا حلو، نص الفرش ده هديه مني ليك. زدكار. مين؟ زدكار محبه يعني. نوع نضيف قوي اسمه جايين الدنيا ما نعرف ليه. اسمه ايه؟ جايين الدنيا ما نعرف ليه، نوع كده. الولا صلاح بيصطبح بيه كل يوم. صلاح مين؟ صلاح ابني، عقبال عيالك. خد الابتدائيه السنه دي. ربنا يبارك فيه. الله يخليك. زدكار الولا صلاح بيشرب منه، صلاح ابنه. خدت منه ايه؟ بقول لك زدكار. انا عاوزه زيه. زيه ايه؟ هو تفاصيل وخلاص، هو اكل. بقول لك زدكار. زدكار متكار، انت النص وانا النص. يلا بينا بقى يا جماعه، انا كلهم سوا كده عشان يبقى عيش وملح. والله انا شايف يعني ملهاش لازمه الحاجات دي الحقيقه يعني، ولا ايه يا عديله؟ انا عاوزه اطرش. ايه؟ اطرش. لازم تتغذوا كويس علشان تعرفوا تنتعوا ليلادي في المؤتمر. طب اذا كان كده بقى ما تلفونا احسن الاكل، ها، مع شويه فاكهه وعلبتين بيره وناخدهم معانا الكابينه. يعني في الحاجات بقى. وماله، لفوا لهم كل حاجه، 3 كراتين بيره والاكل وصندوق ويسكي كمان. ده الشغل السياسي على اصله، الاحتراف المظبوط. المؤتمر جاهز والصوان اتملى ناس. اوكي يا حبيبي. طب يا جماعه جبتوا بقى، جهزوا لبسيكوا. ها؟ على فكره احنا مأجرين لكم عربيه بالسواق بتاعها تحت امركم اني تايم. ها؟ يلا يا جماعه ساعدوا. اتفضلوا. بعد اذنك يعني لا مؤاخذه، مش ممكن المؤتمر يجي هنا احسن؟ عشان اصل فيه شويه تعب كده، احنا الاتنين عايزين نطرش. انا زهقت، خرجتني ليه يا رب من المصحة؟ كنت مبسوط. اطلع يلا. حاضر، ما هي ناقصاك يا قاور.